على هامش فعاليات كوب 27 نلتقي مع السفير هشام بدر المنسق الوطني للمبادره الوطنيه للمشروعات الخضراء والذكيه هنا في كوب 27. صباح الخير عليك سعاده السفير. اهلا وسهلا. اهلا بيك. عايزين نقول للناس ملامح هذه المبادره وامتى ابتدت وكانت اهدافها ايه؟ المبادره الوطنيه للمشروعات الخضراء والذكيه من اهم المبادرات اللي مصر بتطرحها في الكوب 27 باعتبارها نموذج تنفيذي تم تنفيذه. يعني بعض الدول بتطرح افكار بتطرح امال، مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي والمبادره دي تحت رعايه فخامته قال ان القمه دي قمه تنفيذيه، وبالتالي مصر اختارت ان ترد على سؤال حيوي اللي بيساله كل مصري ومصريه، الكوب 27 انا بستفيد بيها ايه؟ انا كمواطن في الصعيد او في اسكندريه او امراه في اي المحافظات بستفيد منها؟ المبادره دي بترد على السؤال ده ازاي؟ قررنا في مبادرة غير مسبوقة عالميا ان نفتح الباب للجميع، جميع المحافظات جميع المواطنين في مصر على منصة موحدة، كل من لديه مشروع، وقسمناها لست فئات. ليه قسمناها؟ عشان اللي عنده امرأة عندها مشروع صغير عندها 20,000 جنيه 30,000 جنيه 50 تخش في مشروعات باب المرأة او باب المشروعات الصغيرة، اللي عنده مشروع اكبر يخش في مشروعات المتوسطة، اللي عنده شركة ناشئة وشباب عندهم افكار تكنولوجية يخش في الستارت ابس، اللي عندهم مشروعات بقى متوسطة 50 مليون اللي عندهم فوق 200 مليون يخش. فكان الرد الفعل الايجابي من مصر كلها ان في شهر واحد جالنا 6300 مشروع في جميع الفئات كلها سعاده السفير من مشروعات ليها علاقه بالاقتصاد الاخضر، مشروعات خضراء ذكيه. وكنا لازم نعرف للجمهور وللشعب يعني ايه اخضر ويعني ايه ذكي. اخضر فعرفناها حاجه بتقلل التلوث، بتستخدم طاقه متجدده، انبعاثات بتقللها. الذكي اللي بيستخدم نوع من التكنولوجيا حتى لو كان ابلكيشن على المحمول حتى لو الانترنت. بس الرساله المهمه في المبادره ان اولا التكنولوجيا، استخدام التكنولوجيا يساعد، وان انت عندما تقلل من التلوث وبتعمل اعاده تدوير المخلفات وبتستخدم طاقه اقل ده انت بتكسب، انت بتكسب، فالمشروع بتاعك بيكسب. هي مش مجرد ان انا بحافظ على البيئه، حاجه مهمه جدا، قضيه وجوديه، لكن الرساله ان انت برضو تكسب ويحصل استدامه ماليه وتنميه مستدامه، وبالتالي هي دي الرساله. فيعني معلش سعاده السفير اقطع حضرتك، بس هو ده اللي يخلي الناس العاديه اللي ما عندهاش ثقافه مساله البيئه او التغيرات المناخيه، خلينا نقول ان ده كلام يعني نتركه للمتخصصين، لكن العامه انا عشان افهم ده لو ارتبط بعائد اقتصادي ده اسهل حاجه توصل للرساله، واعتقد ده اللي بيتحقق من خلال المبادره. بالظبط بالظبط زي ما حضرتك قلت. فاضطرينا ان احنا نعمل حول التوعيه من خلال ال 27 محافظ، فكل محافظه في محافظه مصر عملوا حمله توعيه وعلى الفيسبوك وعلى وسائل الاعلام تقدموا وقالوا الرساله، ومن ضمن المعايير انها ليها اثر في المجتمع، لان هي حضرتك المبادره بتقدم حلول، هي مش مجرد فلسفه ومبادرات، لا في من المشروعات زي ايه؟ طب سعاده السفير عايزين نتكلم عن المشروعات بقى اللي اتقدمت واللي حضرتك طبعا شايف انها مشروعات تستحق الدعم. هي اولا في مشروعات فازت، يعني من 6300 نزلوا ال 162، ومؤتمر في رئيس الوزراء كرم الفائزين في 3 نوفمبر في القاهره، ولجنه وطنيه ودوليه اختارت 18 مشروع من الفائزين دعيناهم يجوا الكوب معانا، ال 18 عبقري وعبقريه دول معانا. هم هنا في شرم الشيخ بيعرضوا هذه المشاريع. رتب لقاء لهم مع حضرتك بعد كده، وعرضوا مشروعاتهم في كل الايام اللي فاتوا ولسه خلصين جلسه عرضوا. وقول لحضرتك نماذج، ولا شاب عنده 21 سنه من جامعه اسكندريه عمل روبوت بيخش في البحر ينظف الشوائب، يطلع الزيت من الميه، بيحط سنسرز عشان يشوف تاثير الزيت ده على الكائنات ويقدر يعمل تنبؤات. مشروع في اسكندريه من اخطر الظواهر في اسكندريه، مشروع اخر اللي هي لما الميه بترتفع في اسكندريه وتغرق الشواطئ، فدي واحد عمل اختراع سنسر بيتحط في البحر يتنبأ 24 ساعه قبل الفيضانات اول ما هي بترتفع. امراه من شمال سيناء عملت اختراع ماده معموله من الزرع ومن الحاجات الاورجانيك النباتيه بتنقي المياه على اساس ان هي المياه تقدر تستخدم للزراعه وللشرب وهكذا من خلال مواد اورجانيك كلها مواد طبيعيه. دي اختراعات. واحد عمله مشروع عربيه بتلف في المحافظات وتاخد البلاستيك والحاجات الحديد وتكبسها وبتمشي بالطاقه الشمسيه الى اخره. يعني في مشروعات المراه خصصنا بند خاص للمرأة، والمجلس القومي للمرأة ساعدنا.
والمشروعات دي السؤال يقول لك طب فين التمويل؟ بدأت تاخد تمويل. انا كنت هسأل لحضرتك دلوقتي، تمويل من الدولة المصرية ولا يعني انا اعتقد انه انا شفت شركات دوليه كبيره جدا جدا موجوده في كاب 27، اعتقد انه ربط هؤلاء الشباب بهذه الشركات سواء انها تقدم لهم تدريب يعزز من قدراتهم على مساله انهم يكملوا في هذه المشروعات، واحنا بنتكلم وزي ما سعاده الرئيس طالب في اول يعني جلسات هذا المؤتمر على مساله زياده القدره على التكيف، واكد على مساله التمويل وان دي من اهم العناصر اللي احنا عايزين نخرج منها من هذه القمه. شوفي حضرتك قلت نقطة مهمة جدا، أولا فلسفيا الدول المتسببة تملي لما احنا بنقول لهم انتوا تتحملوا المسؤولية، انتوا تسببتوا في المشكلة احنا ما تسببناش، فيقول لك اه انا عايز امول بس اديني مشروعات ناجحة، تقول لهم طب فيها هو مشروعات قومية وحكومية، يقول لك لا انا بحب المشروعات القطاع الخاص، انا بحب المشروعات اللي نابعة من المجتمع، اتفضل يا سيدي ما عندكش حجة بقى. فدي أول نقطة فلسفية. تاني نقطة ان المشروعات دي لما حد بيبقى عنده مشروع، شوفي تملي يعني الواحد اتعلم من الحياة ان الفقر هو فقر الفكر مش فقر الفلوس، فتملي اللي عنده مشروع حلو وفيه عبقرية وطوره، واحنا بقى بنساعده في ايه؟ ثلاث اربع حاجات. اولا خلينا كل الامم اجهزة الامم المتحدة وكالاتها تشتغل مع المشروعات دي، فالمشروع اللي كان ناقصه حتة capacity building بناء قدرات زودناه، اللي يتكتب يتعرض، ما هو انت تعملي مشروع حاجة وتعرضيه دي حاجة تانية. الأمم المتحدة هتمول مثلاً منظمة الأمم المتحدة للمرأة بتمول المشروعات الخاصة بالمرأة، البنك الأوروبي هيمول ست مشروعات من المشروعات الفائزة ويديهم بناء قدرات ويدعمهم، منظمات الأمم المتحدة هنا سعادة السفير لازم نوضح إنه الدعم مش بس فلوس، الدعم مش دعم مادي، ده دعم فكري وإنماء قدرات، قدرات إن أنت تقدر تكون وإيه اللي ناقصك ويساعدك على الأرض ويديك خبرات ويخلي ناس تقف معاك وهو يجيب لك شريك تمويلي، زائد الشركاء التمويليين اللي احنا عندنا بالفعل، مش عايز اقول اسمائهم على الهواء، لكن اللي فعلا قالوا هيخشوا في المبادره. واجمل حاجه في المبادره انها هتستمر كل سنه. السنه دي 6000، متوقعين السنه الجايه 60000 مشروع. يعني الموضوع مش بس مع كاب 27، احنا مستمرين حتى بعد الكاب 27 في هذه المبادره. هنقدمه لكاب 28 ونقدم كاب 29 وهكذا، لان دي مشروع نموذج يحتذى به، أشادت به الأمم المتحدة، وفي المؤتمر كان أخذ زخم كبير لأن ما فيش دولة قدمتها. فالرسالة إن هو مصر عندما تتقدم تتقدم ليس فقط للتنفيذ، ولكن دائما مصر جزء من الحل وليس جزء من المشكلة. نشكر حضرتك، شكرا جزيلا سعادة السفير هشام بدر، شكرا جزيلا على وجودك معنا.